بالتسعة متاع الصباح في ملعب ألعاب القوى بالمنزه، الموعد يومي مع التمارين والتحضيرات للمسابقات الدولية. مرحبا بكم في عالم روعة ليلي، البطلة البارالمبية، بطلة العالم في رمي الجلة. إمكانيات بدنية كبيرة ياسر تخليها ديما رغم الظروف ورغم نقص التربصات ورغم برشا نقائص عنا وكل شيء، معناها ديما روعة متقدمة على الأدفرسير متاعها. كي التحقت بالمنتخب الوطني لهنا وكملت يعني كملت تدريبات معايا، أول عام 2007 نشارك في بطولة العربية في مصر، نعمل ميدالية ذهبية ونحط رقم قياس العالم، ومن ثم تفتحت يعني أبواب بالذهب والحمد لله الحمد لله، يعني من 2007 حتى 2016 لهذا يوم، وروعة ديما تجيب في الذهب. تتويج روعة في الألعاب البارالمبية البرازيل 2016 ما كانش الأول، هو ثالث على التوالي. بيكين روحت فيها بذهب وفضة، وقتها ديسك ما كانش اختصاصي. شاركت في بطولة العالم في ياسين عاملة فيها برونز 2006، شاركت في بطولة العالم اللي صارت في فرنسا روحت بالذهب، شاركت في بطولة العالم في قطر روحت بزوز ذهب. الحمد لله في كل يوم في كل كومبيتيسيون حطيت فيها سخية في أي ملعب، حتى من أول ما دخلت من أول ملعب 2006 دخلت بالفضية لحد الآن الحمد لله، أي يعني مباريات ندخل لها نروح بها بميداي، عمري ما نروح فارغة. مسيرة حفلة البطلة تونس ونقطة ضعف حولتها لنقطة قوة، كتبت التاريخ تونس قصة نجاح استثنائية رغم صعوبة بدايتها. كي وصلت للمعهد الإعدادي كقريت أول حكاية طلبها طبيب، قالهم هذه قصيرة لازمها تجيب ورقة إعفاء رياضي، مشيت للطب الرياضي في قفصة أعطوني لأني معفيت من الرياضة. المعهد الرياضي قالك ممنوع، أنا كيفاه هي أونديكابي وباش تدخل مع لي فاليد يعني ما عندهاش الحق. بقيت أنا نصر على الحكاية هذه وبقيت نمشي ونجي على الوزارة، المدرب متاعي مسكين يمشي معايا ويجي. واليوم الخدمة تجيب، هكا تقول روعة اللي حطمت الأرقام القياسية السابقة. يعني أنا طموحي اللي 2020 إن شاء الله باش نكمل، كان أنا بالرسمي عندي قلب وبقوتي وبشخصيتي نكمل نجيبها. عندي بطولة العالم باش تحصل في 2020 إن شاء الله في شهر جويليا في لندن، إن شاء الله باش نكمل نشارك فيها. عندي الأولمبيك 2020 باش نكمل فيه. روعة اليوم تختار تكمل المسيرة، تعطي المثال وبرشا أمل حتى نشوف راية تونس مرفوعة في كل المحافل الدولية.